السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة نسلط الضوء عليها حول طبيعة الترجمة. طبعا هذا الفصل مخصص إلى كيفية ترجمة النص، بعدما شرحنا في الحلقات السابقة الكثير من نقاط الجملة الإنجليزية البسيطة، الجملة التعجبية، الاستفهامية، المنفية، الأمرية، حالة إف الشرطية، الأزمنة الإنجليزية وإلى آخره. نصل إلى الفصل العاشر الذي يبين إلى الطالب المجد، طالبنا المجد إن كان عراقياً أو عربياً أو أجنبياً، كيفية ترجمة النص. We have reached to chapter 10. We'll highlight the most important steps that the translator should take so as to reach out a good translation, so as to be an experienced translator. طبعا ما هي الخطوات؟ What are the most important steps that the translator should take? We'll explain it to you. Many people wonder about translation and means of producing good translation. يتساءل كثير من الناس حول طبيعة الترجمة وكيفية الوصول إلى ترجمة جيدة. So it's a theory and art. إذن هي نظرية وفن. بمعنى آخر، على المترجم أن يترجم باستخدام النظريات وبتعبيرات جميلة أدبية وطريقة فنية للوصول إلى ترجمة جيدة. ما هي الخطوات؟ What are the most important steps that the translator should take so as to reach a good translation? ما هي الخطوات الضرورية واللازمة التي على المترجم اتباعها للوصول إلى ترجمة جيدة؟ He has to read a text in question from A to Z so as to understand the theme of the subject. عليه أن يقرأ النص من ألفه إلى يائه ليفهم فكرة النص، سياق النص. And if it's unclear، وإذا كان غير واضحا، he has to resort to internet or read topics. وإذا كان النص الذي قرأه أكثر من مرة غير واضح، فعليه أن يلجأ إلى وسائل المساعدة الأخرى المتمثلة بخدمة الإنترنت. مواقع الإنترنت ضرورية وكافلة تكفل بحال مشكلة. في سبيل المثال، إذا كان يقرأ عن موضوع غير معروف، فعليه أن يستخدم أمور أخرى لتوضيح الأمر. مثال على ذلك، If the text is about a scientific topic، إذا كان النص المراد ترجمته عن موضوع علمي يتعلق بالهاتف الذكي سامسونج جالكسي S10، and there is insufficient information، وتوجد معلومات غير كافية في داخل النص، therefore the translator in question، فبذلك على المترجم المعني أن يقرأ المزيد والمزيد عن هذا الموضوع لأجل الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى معلومات جديدة حول المصطلحات الموجودة في النص ليفهمها ويتكون الترجمة مفيدة جدا. بعد ذلك، the translator has to underline the mistakes found، فعلى المترجم أن يضع خط أحمر تحت الأخطاء اللغوية الموجودة في النص المصدري. He has to underline the mistakes found in the body of the source text. In other words, he has to correct the mistakes once he starts the process of translation. عليه ماذا؟ أن يصحح الأخطاء أثناء الترجمة. مثال على ذلك، وتوعد مدير الشركة بمكافأة الموظفين. هل تعتقدون أن كلمة توعد مشابهة لكلمة وعد؟ طبعا لا يوجد تشابه إطلاقا. توعد means warns, woes, while in the كلمة promise معناها وعد. The company executive officer threatened to reward employees. هذه الترجمة الخاطئة، لكن الترجمة الصحيحة ماذا؟ The company executive officer promised to reward the employees. وعد المدير التنفيذي الشركة بمكافأة الموظفين، فهذه الترجمة صحيحة. لأن كلمة توعد كما أسلفنا، توعد يعني مشتقة من اسم من وعيد في العربية. It means threat، تعني تهديد. If the translator keeps the same word، وإذا بقى المترجم يستخدم هذه الكلمة ذاتها، its translation will be threatened، ستكون الترجمة threatened. And it's not in harmony with the sentence mentioned above، وهي غير منسجمة مع الجملة المذكورة أعلى. Because it has a positive meaning، لأن الجملة المذكورة أعلى تعني معنى إيجابي. The translator must employ وعد، فعلى المترجم أن يستخدم فعل وعد promised، لأنها تكون متناغمة مع النص. The translator in question should know the text type of the topic، على المترجم أن يعرف طبيعة النص الذي يترجمه. Why he wants to learn this important thing؟ Because there are different types of text and these types of text have different vocabulary. Therefore we have to differentiate between using these vocabulary and these texts. بمناسبة كلمة vocabulary لا تجمع إلى vocabularies، لذلك أنا قلت vocabulary للمفرد والجمع. The word car is translated into سيارة. طبعا تعرفون كلمة car تعني سيارة في اللغة العربية.
in general بالمعنى العام. Yet this is not the case, وهذه لا تنطبق على الكلمة إذا وجدت في نص تتعلق بشرطة المرور أو بالمرور، لأن في المرور تعني كلمة car عجل مركبة مركبة. Whereas the word عجلة is described as the most acceptable choice in the military context. إذن للcar the car term or the car word has three different meanings in Arabic language depending on the context of situation. لكلمة car في الإنجليزية ثلاث سياقات مختلفة في اللغة العربية كل حسب النص. إذا كان النص عام تعني سيارة، إذا كان النص يتعلق بالمرور تعني مركبة، إذا كان النص عسكري. السادسة طبعا تتكلم عن if the translator must be well versed in theories of translation he has to be very very careful in dealing with them. على المترجم أن يكون طبعا حريصا في استخدام نظريات الترجمة في ترجمة النصوص. لماذا النظريات قد تكون مفيدة؟ ففي سبيل المثال the literary text needs free translation method or communicative method. النص الأدبي يتطلب من المترجم اختيار النظرية الحرة أو التواصلية في الترجمة. النص العلمي scientific text requires for example semantic translation، يتطلب ترجمة دارية أن المتلقي يبحث عن معلومة وليست عن طريقة أدبية أو تعابير أدبية بذلك. وقد يكون النص الصحفي أصعب نص مقارنة مع النص العلمي. لماذا؟ because journalistic text might embrace vocabulary which are different from scientific one or legal one. Why? Because journalistic text is a mixture of free translation method and semantic translation method. It embraces certain metaphor might be, it consists of certain ideas and thoughts. Sorry, so all these things can be found in the journalistic text. كل هذه الأمور يمكن إيجادها في النص الصحفي. شكرا جزيلا لكم. نلتقي معكم إن شاء الله وحلقة جديدة عن موضوع مواضيع كتابنا مدخل إلى الترجمة. شكرا جزيلا لكم.